البناء الأخضر هو بناء الذي يعني على طلبات التي تحافظ على الكرة الأرضية وما يدور حول الإنسان. البناء الأخضر هو ليس البناء الذي لونه أخضر، البناء الأخضر هو البناء الذي يعطي الحياة اللون الأخضر، يعطي الإنسان الحياة المليئة بالحيوية، مليئة بالصحة، وهذا أهم شيء، صحة الإنسان. فالبناء الأخضر أخ عماد هو عبارة عن موضوع قائم بحد ذاته اليوم، يتداول في كل دول العالم. البناء الأخضر أتى أو وجد حتى يحافظ على الكرة الأرضية، وكيف ذلك؟ اليوم نحن لا نشعر كأبناء البشر على وجه الأرض أن الكرة الأرضية تزول وتتحمل جدا أخطار التي بالآخر تعود إلى الإنسان نفسه. وسع في الشرح بأن البناء الأخضر اليوم أتى حتى تحافظ على خلينا نقول السبيبة في العبراني، يعني في العربي المقصود إنه البيئة بالضبط. البيئة كيف اليوم البناء؟ نحن نعرف أن البناء يبث ثاني أكسيد الكربون، لأن الشميتو أو البطون بحد ذاته مبني من مواد كيماوية اللي هي تبث ثاني أكسيد الكربون. إذا بتأخذ مثلا بتحط إيدك في داخل كيس شميتو، فاليوم من درجة الحرارة من أشعة الشمس البناء يتبخر ويبث ثاني أكسيد الكربون. ولكن من يمتص ثاني أكسيد الكربون؟ الأشجار. نحن نعرف أن الأشجار تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتبث وتعطي الأكسجين. فاليوم خلال دقيقة اللي أنت عم بتقابلني فيها إسا عم بنقرض في العالم 130 ملعب كرة قدم، في مساحة ملعب كرة قدم أشجار يقطعها يد الإنسان للتدفئة والصناعة، وهذا يمس ويضر بكمية ثاني أكسيد الكربون التي تمسها الأشجار فتتعالى إلى الأجواء، ولذلك طبقة الأوزون إذا إحنا بنسمع فيها كل ما عم تتسع. السبب في ناس بتقول لك من الصناعة، نعم من السيارات قصد بسيط جدا، ولكن البناء هو العامل الأساسي الذي يضر بطبقة الأوزون، لأن ثاني أكسيد الكربون التي تبثه البنايات يصعد إلى الجو، وقلة وجود الأشجار وانقراض الأشجار بدل ما تأخذ الأشجار ثاني أكسيد الكربون يطلع إلى الأجواء ويوسع طبقة الأوزون. لذلك أتوا بشيء العالم والعلماء والباحثين على مدار 50 سنة الأخيرة، أتوا بموضوع اسمه البناء الأخضر حتى كل إنسان يستطيع أن يقلل من ضرر البيئة. فلذلك اليوم أنت تبني حسب البناء الأخضر، ويوما سيأتي يوما أنه يكون قانون على كل العالم، ليس بإسرائيل بالذات، على دولة إسرائيل، إنما بكل العالم أجمع يكون قانون شامل، كل إنسان بده يبني بناء بده يكون بناء الأخضر.